بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين متابعين أينما كنتم في أرجاء هذا الوطن الحبيب، جمعة المباركة، صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صلي على سيدنا محمد. نحييكم من هنا من مدينة الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لننقل لكم ثالث لقاءات الجولة الرابعة من دوري 2023-2024، واللقاء الذي يجمع مغير السرحان في مواجهة شباب العقبة، لقاء يرفع شعار النقاط الثلاثة: قصي صنوس، بيع حموي، زيت أبو الريش، أحمد الزفات. خط الوسط يحتوي على محمد العملة، أبو صعليق، مجاهد الزواهرة، وصهيب أبو هشش، وسيد الخزعلة، وفي الأمام القادم من نادي الميسى السوري سامر خانكان. هذه تشكيلة الدبوبي، تلعب بالأسلوب القصير، عرضية قادمة خطيرة، ولكن التدخل هنا 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 كرة هنا كرة هنا كرة، الله! يا إلهي على هدف عقباوي، يا سلام على هدف من نار لأبو صعليق الذي يسجل هدف بعيد. صاروخ جميل لأحمد، يا أحمد محلاك يا أحمد، وهدف أول لمصلحة العقبة. الله على هدف. كان بعض اللاعبين يمشي مسافات طويلة للوصول إلى النادي، حلمه ان يلعب من اجل الفريق وراسي. تسلم الى ابو جبله، خطيره الكره وتسديده محسن. اراد داوود، يريد نادي السوري ونادي حطين. هنا انطلاقه للمغير، انطلاقه للسرحان، مغير السرحان على كره لهذا العام المنافسه ستكون كبيره والامور ستحسب في النهايه. كره وصلت، غيث يحاول مر، غيث لعيب، الله! تصدى لكل الكرات العاليه وما هذه الكره. يعلن حكم اللقاء ادهم مخاط مع نهايه مجريات الشوط الاول ان تتحقق امانينا وان نرى الشوط الثاني جميل ومليء بالاثاره وبدايتها. يا سلام يا غدار، هدف من ابن جبل قاسيون، هو خانكان، كان يا ما كان، سامر يسجل هدف جميل لمصلحة مغير السرحان. سهلت جلايد الخيل. عمر سليوة لكانجا، كانجا خطيرة خطيرة، الله! حضور جماهيري لم يصل حتى اللحظة للمستوى المراد. ذكر وابو حكورة، أكبرهم عمرهم، أكبرهم عمرا، أجملهم هو أبو حلاوة، هو أحمد، يسجل هدف الثاني لمصلحة العقباوية. أكبرهم عمرا، أكبرهم جمالا، أكبرهم إبداعا. الله الله الله، يا سلام عليك يا أبو حلاوة يا فنان. أبو نجيلة يلعب الكرة بشكل سريع، وصلت داخل المنطقة وما زالت تسديدة خطيرة، الله! غزال من غزلان الشمال يعيد مغير السرحان إلى المباراة من جديد. هو السائد، هو الخزعلة. الله يا سائد، الله يا سائد، هدفين مقابل هدفين، والخزعلة يعود بمغير السرحان بجلايد الخيل إلى الأمام. يا سلام، خطيرة على الجهة اليسرى،
هي على الجهة اليسرى، هي على الجهة اليسرى، يا ساتر. أم حاسن أبو جبلة، عرضية أبو جبلة لكانغ، قلايد الخيل داخل المنطقة وحماد الأسمر، وما زالت الكرة وضرب الجزاء، ركل الجزاء لمصلحة المغير بالوقت الإضافي، طنوس والأسمر، مهما غابت شمسهم لابد أن تشرق من جديد، سهلت خيولهم وطنوس يعيد التقدم ويقدم أجمل هدية لمغير السرحان وعشاق قلايد الخيل. هدف ثالث مغير السرحان، مغير السرحان، المغير يقترب من تحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري. هي كرة، هي كرة، هي خنكان، انتهت الحكاية يا سادة يا كرام، انتهت الحكاية يا سادة يا كرام. كان يا مكان سامر خنكان ينهي المباراة ويغلق على الكتاب. ابن جبل قاسيون، ابن سوريا، يتلقى أول خسارة له في بطولة الدوري. ينتهي هذا اللقاء الجميل بفوز مغير السرحان بأربعة أهداف مقابل هدفين. مباراة جميلة بأهدافها، مبروك لمغير السرحان، هارد لك لشباب العقبة.